احتفالاً بذكرى مرور 100 سنة على تأسيس الاتحاد الدولي للفلك، برمج الاتحاد الفلكي الدولي مشروعاً تحت اسم نيم إكسو وورد، الذي يسمح للدول المشاركة فيه ومنها الجزائر بتسمية كوكباً من الكواكب، كما يسمح للمشاهدين بالتصويت على الأسماء المقترحة عبر صفحة الفيسبوك. مئوية 100 سنة من التقدم العلمي، تنظم هذا البرنامج ضمن برامج أخرى اللي هو اسمه إكزو وورلد، المقصود منه الإكزو بلانيت، الكواكب خارج النظام الشمسي. واش عملت بعض الكواكب اللي تم اكتشافها التي تدور حول نجوم غير نجمنا الشمس، سمحت للدول التي تشارك فيها ومن الجزائر أن تسمي كوكب من الكواكب خاص الجزائر. فنحن نظمنا على مستوى الجزائر كل الولايات الوطن بالذات تصويت على الأسماء المقترحة والتي تم حصرها إلى 10 أسماء.